الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه فيه إلى الماء ليبلغ فاه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
كذلك يضرب الله الحق والباطل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل
الوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين بيوت الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبرائيل: يا جبرائيل، أي البقاع أحب إلى الله عز وجل؟ قال: المساجد، وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها. وقال الإمام زين العابدين عليه السلام: المساجد بيوت الله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة عبادة. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضوان الله عليه: يا أبا ذر، إن الله يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكل نفس تنفست فيه درجة في الجنة، وتصلي عليك الملائكة وصلاتهم، اللهم اغفر له وارحمه. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن من خير أعمالكم الغدو والرواح إلى المساجد. جعلنا الله وإياكم جميعا من المصلين المخلصين، ونسأله القبول كما نسأله أن ينصر مجاهدينا، ويرحم شهداءنا، ويعافي جرحانا ومرضانا، وأن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات.